بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله احنا النهارده بنكمل شغلنا في الجزء الثاني من ازدواجيه الموجه والجسيم، الفصل الخامس، الفيزياء الحديثه. كنا توقفنا الحصه اللي فاتت عند فروض ماكس بلانك عن طبيعه الاشعاع الكهرومغناطيسي، واتفقنا ان الفروض دي في وقتها كانت تحتمل ان تكون فروض صحيحة او فروض خاطئة، لحد ما اكتشفنا مجموعة ظواهر طبيعية جديدة. الظواهر الطبيعية دي تفسيرها اثبت صحة فروض بلانك. من الظواهر دي هنتكلم عن ظاهرتين: ظاهرة التأثير الكهروضوئي أو نوع لها الظاهرة الكهروضوئية، والظاهرة التانية اسمها ظاهرة كومبتون. هنبدأ كلامنا بظاهرة التأثير الكهروضوئي أو الظاهرة الكهروضوئية. هي الظاهرة دي كنا درسناها قبل كده في تانية ثانوي في الكيمياء، كنت درست حاجة اسمها عناصر الأقلاء، وسمعت كده إن عنصر زي السيزيوم بيستخدم في صناعة الخلايا الكهروضوئية، وبالتالي فمرت عليك كده قصة الظاهرة الكهروضوئية. طب يعني ايه ظاهرة كهروضوئية؟ الظاهرة الكهروضوئية هي ظاهرة انبعاث الكترونات من اسطح المعادن عند سقوط الضوء عليها. يبقى انت لو عندك سطح معدني وسقط عليه اشعة ضوئية تتحرر من سطحه الكترونات. طبعا الموضوع ليه قصة طويلة وحكاية كده لازم نعرفها، وبنبدأ الأول بمقدمة. المقدمة دي بنتكلم فيها عن المعادن. بص يا شباب، أي معدن أو أي فلز بيتميز برابطة اسمها الرابطة الفلزية. ولما نرجع لمعلوماتنا في الكيمياء يعني ايه رابطة فلزية، هنعرف ان ذرات الفلز الواحد بتبقى مترتبة جنب بعض في صورة أيونات موجبة في شكل هندسي يسمى شبكة بلورية، وتحاط بسحابة من إلكترونات حرة الحركة. السحابة بتاعت إلكترونات حرة الحركة دي بيتقال عليها رابطة فلزية. طب احنا قلنا قبل كده إن أي معدن بيحتوي على إلكترونات حرة الحركة، وسمعت في سنة تانية، ارجع كده لكتاب الكيمياء بتاع سنة تانية هتلاقي عندك تعريف الرابطة الفلزية. هتلاقي تعريفها هي رابطة تنشأ نتيجة تداخل السحب الإلكترونية لإلكترونات غلاف التكافؤ لذرات فلز واحد، مكونة سحابة إلكترونية تحيط بأيونات الفلز الموجبة المرتبة في شكل شبكة بلورية. مش هاخد سنة التعريف بس أنا بفكرك بس. يبقى أي فلز في الدنيا بتترتب ذراته في صورة أيونات موجبة في شكل شبكة بلورية وتحاط بسحابة من إلكترونات حرة الحركة. الإلكترونات حرة الحركة تتحرك بحرية تامة داخل الفلز، ولكنها لا تستطيع أن تغادر سطح الفلز. ليه يا أستاذ؟ أكيد الأيونات الموجبة بتجذب الإلكترونات السالبة إلى داخل الفلز، وبالتالي فالإلكترونات الحرة دي لا تستطيع أن تغادر سطح المعدن نتيجة قوة التجاذب التي تجذبها إلى الداخل. وقوة التجاذب التي تجذب الإلكترونات إلى داخل الفلز بتعرف باسم حاجز جهد السطح. لما أقول لك يعني إيه حاجز جهد السطح لأي فلز، بتقول لي كده: هو قوة التجاذب التي تجذب الإلكترونات نحو الداخل وتمنع تحررها. يبقى احنا في المقدمة بتاعتنا: يحتوي أي معدن على إلكترونات حرة الحركة تتحرك في سحابة إلكترونية تحيط بأيونات الفلز الموجبة المرتبة في شكل شبكة بلورية. اتنين: لا تستطيع الإلكترونات الحرة مغادرة سطح المعدن بفعل حاجز جهد السطح.
ايه تعريف حاجز ذو السطح؟ زي ما اتفقنا، هو قوة التجاذب التي تجذب الإلكترونات نحو الداخل وتمنع تحررها. طب هي ممكن الإلكترونات دي يا أستاذ الحرة دي تتغلب على حاجز جهد السطح؟ ممكن، بس في حالة ما زدتها أنت طاقة. والكلام ده كان معروف من زمان، إن الإلكترونات بتاعة المعدن لو اديتها طاقة تبدأ الإلكترونات تتحرر من سطح المعدن. ومن المعروف إن المعادن لو سخنتها اديتها طاقة حرارية ممكن الإلكترونات تتحرر من سطحها، فيما يسمى الانبعاث الحراري أو التأثير الكهرو حراري. مش الكهرو ضوئي، خد بالك، الكهرو إيه؟ حراري. فلما أقول لك يعني إيه تأثير كهرو حراري أو ظاهرة الانبعاث الحراري أو الظاهرة الكهرو حرارية، هتقول لي يا أستاذ هي ظاهرة انطلاق الإلكترونات من سطح المعدن عند التسخين. ويمكن ظاهرة الانبعاث الحراري من أهم تطبيقات هذه الظاهرة جهاز بيعرف باسم أنبوبة شعاع الكاثود، كاثود راديشن تيوب. مين أنبوبة شعاع الكاثود دي؟ أنبوبة شعاع الكاثود جهاز من أجهزة مشهورة جدا عندنا، اللي هي الشاشة بتاعة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر، الشاشات القديمة. طبعا الشاشات الجديدة دلوقتي اللي هي LED والLEC والLCD، الشاشات المسطحة. لا، أنا بتكلم على الشاشات القديمة شوية، الشاشة اللي هي حجمها كبير ضخم كده. هي بنقول عليها أنبوبة شعاع الكاثود. وزي أي جهاز بيمر عليه في منهجنا هنتكلم عن استخدام، أساس علمي، تركيبها، شرح العمل، وهنوضح الكلام ده. أنبوبة شعاع الكاثود هي جهاز بيستخدم كشاشة للتلفزيون أو الكمبيوتر أو الحاسبات الآلية. يعني الأساس العلمي لأنبوبة شعاع الكاثود هي ظاهرة التأثير الكهروحراري، أو زي ما اتفقنا تحرر الإلكترونات من أسطح المعادن بالتسخين. لما نيجي نتكلم عن التركيب بتاع أنبوب شعاع الكاثود، طبعا انا قلت لك عشان تتخيل الموضوع، لو مثلا انت عديت على واحد كهربائي ولا حاجه وشفت عنده شاشه تلفزيون مفتوحه، فانت هتلاقي كده انتفاخ زجاجي كبير وينتهي بجزء مدبب من خلف. يعني دي مثلا عينك اهي، ودي شاشة التلفزيون، دي الشاشة الإزاز أنت بتبص عليها بعينك. الشاشة الإزاز دي عبارة عن القاعدة بتاعت انتفاخ زجاجي، والانتفاخ الزجاجي ده بينتهي بجزء مدبب من الخلف كده. ده كله على بعضيها كده اسمها أنبوبة شعاع الكاثود. تركيبها من جوه ايه هنوضح دلوقتي، بس هي انتفاخها زجاجي ينتهي بجزء خلفي بالمنظر ده، ويبقى ده سطح الشاشة اللي انت بتبص عليه. ده حبيت بس، وده يبقى مثلا بعيد جهاز التلفزيون اهو، عشان حبيت بس اوضح لك تتخيل معايا الموضوع ايه. فنرجع احنا لكلامنا، يبقى التركيب بتاع الجهاز بتبقى عبارة عن أنبوبة زجاجية مفرغة من هواء، بتنقسم إلى قسمين. بصي على الرسم معايا تحت. القسم الأول الانتفاخ الأمامي، وده بيبقى مبطن بمادة فلورسية. واحنا اتفقنا قبل كده يا جماعة إن المواد الفلورسية هي المواد التي تحدث وميضا عندما يصطدم بها جسم مشحون، وقلنا المادة الفلورسية كنا استخدمناها قبل كده في مصباح الفلورسنت. يبقى أنبوبة زجاجية مفرغة من هواء تنقسم إلى قسمين، الانتفاخ الأمامي اللي احنا بنقول عليه الشاشة ومبطن بمادة فلورسية، والجزء الخلفي ويسمى المدفع. المدفع بنبدأه بفتيلة زي فتيلة اللمبة، فتيلة من التنجستين
ليها دايرة كهربية خاصة بيها، ودي بنقول عليها فتيل التسخين، ودي شغلتها فقط توليد طاقة حرارية. أمام فتيل التسخين لوح معدني بيتوصل بالقطب السالب لمصدر التيار في الجهاز، بيتقال عليه الكاسود. قدام الكاسود في شبكة، بعد كده احنا راسمين زي اسطوانات معدنية مجوفة بنقول عليها الأنود. بعد كده ألواح معدنية متوازية بنقول عليها ألواح التحكم أو نظام تحريك الإلكترونات، الألواح إكس وواي. بعد كده الشاشة المبطنة بمادة فلورسية. طيب إيه اللي بيحصل في الجهاز؟ إزاي الجهاز ده بيشتغل ويكون صورة أنت بتشوفها؟ أولا لما بنمرر تيار كهربي، عند إمرار تيار كهربي في فتيلة التسخين تتولد طاقة حرارية. الطاقة الحرارية تعمل على تحرر إلكترونات من سطح الكاثود، وده فكرة عمل الجهاز، انطلاق إلكترونات أو تحرر إلكترونات من سطح المعدن بالتسخين. الأنود الموجب بيجذب الإلكترونات ويدفعها نحو الشاشة. تمام، الإلكترونات بتندفع في خطوطها مستقيمة. طب هنقف عند دي بس شوية، هنقف عند إيه؟ أفكرك بقصة قديمة كده هتخدمنا في المعنى ده. إحنا زمان درسنا في الكيمياء، أول درس في الكيمياء تدرسه السنة اللي فاتت، حاجة اسمها أشعة المبط. وأشعة المبط كنت درست إن تومسون عمل تجارب اسمها تجارب التفريغ الكهربي للغازات. كان بيجيب أنبوب التفريغ الكهربي، هي أنبوبة زوجية مفرغة من هواء، ويحط فيها غاز تحت ضغط منخفض، ويسلط على الغاز فرق جهد كهربي يصل إلى 10,000 فولت. هي فرق جهد 10,000 فولت ده، عند فرق جهد 10,000 فولت بيتوهج الكاسود وتخرج منه سيل من الأشعة غير المرئية، أطلقنا عليها ساعتها اسم أشعة المهبط. وقلنا إيه هي خواص أشعة المهبط؟ فكنت سمعت كده إن أشعة المهبط تسير في خطوط مستقيمة، دقائق مادية، لا شحنة سالبة، تتأثر بالمجالات الكهربية والمغناطيسية، لا تأثير حراري، لا تتغير في خواصها بتغير نوع الغاز المستخدم نوع مادة الكاسود. وفي النهاية تومسون قال مين أشعة المهبط دي؟ هي عبارة عن الإلكترونات السالبة، والتي تنتزع من ذرات مادة الكاسود وتندفع نحو الأنود أو المهبط الأنود. يبقى الإلكترونات اللي بتطلع من الكاسود اللي أهم عندي بقى، اللي هي تسير في خطوط إيه؟ مستقيمة. طب تتعصب بالمجالات الكهربية والمغناطيسية، يعني أنت لو سلطت عليها مجال كهربي أو مجال مغناطيسي ممكن نغير مسار حركة الإلكترونات. الكلام ده أنا قلته بفكرك بقصة هنقولها دلوقتي. احنا دلوقتي نرجع لأنبوب شعاع الكاثود بتاعتنا. احنا لما مر تيار كهربي في فتيلة بتتولد طاقة حرارية، بتبدأ الإلكترونات تتحرك من تتحرر من الكاثود، يعمل أنود اللي هو الموجب على جذب الإلكترونات وتوجيهها نحو الشاشة، وتندفع الإلكترونات نحو الشاشة بطاقة حركة. ولو حبيت تحسب طاقة الحركة دي بنستخدم لها القانون ده، إن طاقة الحركة كاينتيك إنرجي تساوي نص، دي طاقة حركة الإلكترون، تساوي نص في كتلة الإلكترون في مربع سرعته، أو ممكن نحسبها من حاصل ضرب شحنة الإلكترون في فرق الجهد المستخدم اللي هو فرق الجهد من الأنود والكاثود. فأنت ممكن تحسب طاقة الحركة. المهم يبقى الأنود بيجذب الإلكترونات ويوجهها نحو الشاشة، تندفع الإلكترونات في خطوط مستقيمة نحو الشاشة، ثم تعمل ألواح التحكم إكس وواي على توليد مجالات كهربية ومغناطيسية. المجالات دي بتعمل إيه؟ بتتحكم في مسار
الأشعة الإلكترونية بتبدأ توزع الإلكترونات على الشاشة، بحيث الإلكترونات تتوزع على الشاشة كلها. طب الشاشة مطلية بمادة فلورسية والإلكترونات ليها شحنة سالبة، فكل إلكترون يصطدم بالشاشة بيعمل ومضة، يعمل إضاءة. كل إلكترون يصطدم بالشاشة يعمل إضاءة. ترتيب الإضاءات جنب بعض تكون لك أنت شكل الصورة، تبقى أنت تبص من بره شايف الصورة على الشاشة نتيجة سقوط الإلكترونات على الشاشة. كل إلكترون بيسقط في نقطة بيطلع ومضة إضاءة. ترتيب الإضاءات جنب بعض يكون لنا إحنا شكل الصورة. هو ده اللي بيحصل في أنبوب شعاع الكاسود. فلما نروح لتركيب الجهاز زي ما اتفقنا، أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء تنقسم إلى قسمين، الشاشة وهي انتفاخ أمامي مبطن مادة فلورسية، المدفع وبيتكون من عدة أجزاء وأنا كاتب كل جزء ووظيفته إيه. فتيلة التسخين ودي شغلتها هي مصدر الطاقة الحرارية. الكاسون لوح معدني يتصل بالقطب السالب وهو مصدر الإلكترونات المتحررة. الشبكة ودي بتعمل على تنظيم اندفاع الإلكترونات، الشبكة اللي هي قدام الكاسود دي بتعمل على تنظيم اندفاع الإلكترونات أو بتتحكم في عدد الإلكترونات اللي طالعة. التحكم في شدة شعاع الإلكترونات. الأنود شغلته هو يجذب الإلكترونات ويوجهها نحو الشاشة. ألواح التحكم وتولد زي ما اتفقنا مجالات كهربية ومغناطيسية تعمل على التحكم في مسار الحزم الإلكترونية بحيث تمسح الشاشة نقطة بنقطة لحد ما تكتمل الصورة. ملحوظة: عند تصادم الإلكترونات بالشاشة الفلورسية تحدث ومضات حتى تكتمل شكل الصورة. هي طبعا واحد يقول لي طب الإلكترونات اللي طالعة من الكاسود مش هتخلص؟ لا، هي مش قصة تخلص. هو الجهاز المفروض ليه دايرة كهربية، يعني الإلكترونات اللي بتصطدم بالشاشة بيتسحب عند الأنود القطب الموجب وترجع تاني للكاسود عشان تعمل دايرة كهربية خارجية، فتفضل الإلكترونات دايما في مسار مغلق. الجهاز ده بيعرف اسمه أنبوب شعاع الكاسود، ودي شاشات التلفزيونات القديمة شوية. بس الجهاز ده كان بداية التعرف على الظاهرة الكهروضوئية اللي احنا قلنا تحرر الالكترونات من اسطح المعادن عند سقوط الضوء عليها، مش التسخين بقى. لما بنيجي نعمل تجارب على جهاز زي ده ممكن نفصل التيار الكهربي عن فتيلة التسخين، يعني مفيش مصدر حرارة، وبدل ما نسخن الكاسود نسقط عليه ضوء، فوجدنا انه عند سقوط اشعة ضوئية على الكاسود بدل من التسخين تتحرر منه الكترونات فيما يعرف باسم الظاهره الكهروضوئيه او التاثير الكهروضوئي. يعني كان بدايه التعرف على الظاهره الكهروضوئيه كان الجهاز ده انبوب شعاع الكاسود. طيب يا مستر، خلاص عرفت ان في حاجه اسمها الظاهره الكهروضوئيه اللي هي تحرر الالكترونات من اسطح المعادن عند سقوط الضوء عليها. طيب يا استاذ، يا ترى الجماعه بتوع الفيزياء الكلاسيكيه ان هم بيتعاملوا تاني مع الضوء على انه موجات كهرومغناطيسيه فقط؟ لما جينا سالناهم هو الظاهره الكهروضوئيه دي ايه تفسيرها، فعلوم الفيزياء الكلاسيكيه اعطت مجموعه تفسيرات عن الظاهره الكهروضوئيه او مجموعه توقعات عن الظاهره الكهروضوئيه، كلها توقعات تخالف المشاهدات العملية. عشان كده من الحاجات المشهورة عندنا أو من الأسئلة المشهورة إن أنا لو سألتك علل فشلت الفيزياء الكلاسيكية في تفسير الظاهرة الكهروضوئية، يا ترى إيه السبب؟ في بداية الكلام هتقول لي لأنها أعطت توقعات تخالف المشاهدات العملية. طيب إيه اللي قالوه جماعة بتوع الفيزياء الكلاسيكية والمشاهدات العملية وجدنا فيها ايه؟ بص يا شباب، انت لازم تعرف المنطق
اللي كان على أساسه هذه التوقعات. المنطق بتاع علوم الفيزياء الكلاسيكية إن هما بيتعاملوا مع الضوء على إنه موجة، موجات، وأي موجة أثناء انتقالها تحمل معها طاقة. فهما بيقولوا الآتي: أولا، عندما تسقط موجات الضوء على سطح معدن فإنها تعطي طاقتها للإلكترونات لكي تتحرك من سطح المعدن. يبقى تعطي موجات الضوء طاقتها للإلكترونات لكي تتحرر من سطح المعدن. طب أي ضوء يسقط على المعدن هيحرر الإلكترونات؟ قال لك أي ضوء، أو بمعنى آخر زي ما أنا كاتب كده، بصرف النظر عن تردد الضوء الساقط. ما أنت خد بالك، ما تنساش، ما هو الضوء بيتكون من خليط من ألوان الطيف السبع: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي، وكل لون ليه تردد وطول موج يختلف عن الآخر. فاحنا سالنا جماعه بتوع الفيزياء الكلاسيكيه: طب اي ضوء يسقط على المعدن يحرر منه الكترونات تردده قليل بقى، تردده عالي، طول موجي قصير، طول موجي عالي؟ قال لك لا، ما فرقتش. اي ضوء عباره عن موجه هتسقط على سطح المعدن هتعطي طاقتها للالكترونات عشان تتغلب على حاجز جهد السطح وتتحرر من سطح المعدن. طيب ماشي، هم في رايهم ان اي ضوء يسقط على المعدن يحرر الالكترونات. طب وايه كمان؟ وقالوا لنا: واذا زادت شده الضوء الساقط، ولو زودنا شده الضوء الساقط ها ايه اللي هيحصل؟ يقول لك يحصل حاجتين. لو زودت شده الضوء الساقط على المعدن في حاجتين هيحصلوا: اولا، هتزداد طاقه حركه الالكترونات المنطلقه، يعني الالكترونات اللي بتتحرر من سطح المعدن هتطلع مندفعه بطاقه حركه كبيره. اتنين، وعدد الالكترونات المتحرره هيزيد، يعني كل ما زود شده الضوء الساقط على المعدن عدد الالكترونات اللي طالعه من المعدن بيزيد وطاقه حركتها بتزيد، برضه بصرف النظر عن تردد الضوء الساقط. اي ضوء اي ضوء ما فرقتش. طب ولو كانت شده الاضاءه ضعيفه يا جماعه؟ فردوا علينا الجماعه بتوع الفيزياء الكلاسيكيه قالوا لنا: لو الضوء اللي ساقط على المعدن كان شدته ضعيفه، في الحاله دي انت هتسلط الضوء على المعدن لفترة طويلة، يعني تسيب الضوء متسلط على المعدن لفترة طويلة شوية، بحيث الالكترونات هتجمع طاقة الضوء وتتحرر. اذا كانت شدة الاضاءة ضعيفة فان تسليط الضوء لفترة اطول كفيل بتحرر الالكترونات من سطح المعدن. طيب لما جينا نعمل تجارب عملية عن الموضوع ده وجدنا التوقعات دي صح. طب تعالى نحكي مع بعض كده، يعني ببساطة، هم عملوا ايه في التجارب العملية لما جينا نعمل تجارب عملية عن الموضوع ده. وليكن ده سطح معدني زي السيزيوم مثلا. الجماعة بتوع الفيزياء الكلاسيكية بيقولوا ان اي ضوء يسقط على المعدن يطلع الكترونات. هنسقط على سطح السيزيوم ضوء بس تردده قليل، وليكن ضوء احمر مثلا، تردده على سبيل المثال 2 في 10 اس 14 هرتز. اسقطنا الضوء الاحمر على السيزيوم ونستنى ان في الكترونات تطلع، مفيش حاجه بتحصل. طب نزود شده هذا الضوء، برضه مفيش حاجه حصلت، مفيش الكترونات طلعت. طب نسلط الضوء ده لفتره طويله، برضه مفيش حاجه حصلت، مفيش الكترونات طلعت من سطح السيزيوم. طب وبعدين؟ طب تعالى نغير نوع الضوء ده، نسقط ضوء اخر تردده اعلى شويه، اسقطنا ضوء اخر وليكن مثلا برتقالي تردده 3 في 10 اس 14 هرتز. اسقطنا الضوء البرتقالي ده على سطح السيزيوم تردده اعلى شويه، مفيش الكترونات بتطلع برضه. نزود شدته، نسلطه فتره طويله، مفيش حاجه بتحصل. فبدأنا نغير الضوء الساقط لحد ما أسقطنا ضوء تردده 5 في 10 أس 14 هرتز. سقط الضوء ده، بدأت الإلكترونات تتحرر. أول ما الضوء ده سقط الإلكترونات بدأت تطلع، بس يا دوبك طلع، يعني إيه؟ بطاقة حركة تقريبا من عدم، يعني يا دوبك بتطلع. طب لو اسقطنا ضوء، اي ضوء اخر تردده اقل من القيمه دي، قال مفيش حاجه بتحصل.
اول ما اسقط ضوء بس تردده 5 في 10 اس 14 هرتز، الالكترون بتبدا تطلع. طب تمام، طب تعال نسقط ضوء اخر تردده اعلى من القيمه دي، تردده مثلا 6 في 10 اس 14 هرتز. اول ما سقط الضوء ده ان تردده اعلى من القيمه دي، بدات الالكترون تطلع، وتطلع مندفعه بطاقه حركه عاليه شويه. طب تمام، طب تعالى على الضوء ان هو كان تردده 5 في 10 اس 14 هرتز ده، ان هو ده اول ضوء سقط طلع الكترونات. قعدنا نزود شدته، لما قعدت تزود شده الضوء ده عدد الالكترونات المتحرره بدات تزيد، بس طاقه حركتها ما زادتش. طاقه حركتها زادت لما اسقطنا ضوء تردده اعلى من القيمه دي. طب يمكن الكلام ده يخص عنصر السيزيوم فقط، الكلام ده يمكن يخص عنصر السيزيوم فقط. طب تعال نجرب تجربتنا على معدن تاني، ما احنا بنجرب. فجبنا معدن تاني وليكن بشغلنا على عنصر زي البوتاسيوم، وتعال نبدأ بالضوء ده اللي هو تردده 5 في 10 اس 14 هرتز. اسقطنا ضوء تردده 5 في 10 اس 14 هرتز، والمفاجأة ان الضوء ده سقط على البوتاسيوم ما طلعش منه الكترونات، ما قدرش يحرر منه الكترونات. طب نسقط ضوء تردده اقل، ما بيعملش حاجه. طب نزود تردد الضوء لحد ما اسقطنا ضوء تردده 7 في 10 اس 14 هرتز، في اللحظه دي الضوء ده سقط، الالكترون بدات تطلع، يا دوبك بتتحرر بالعافيه. طب تعالى نزود شده الضوء ده، عدد الالكترونات اللي طالعه تزيد، بس طاقه حركتها ما بتزيدش، يا دوب بتطلع. طب تعالى نسقط ضوء على البوتاسيوم تردده 8 في 10 اس 14 هرتز، اعلى شويه من هذا التردد، نلاقي الالكترونات بتطلع، وتطلع من دفع بطاقه حركه عاليه. هنا احنا بقى واقفين التجارب كده، القصه بقى ليها معنى معين، خد بالك منه. لكل معدن تردد معين، لكل معدن تردد معين. إذا الضوء الساخط تردده بيساوي هذا التردد أو أكبر، بتبدأ الإلكترون تتحرر، ويسمى هذا التردد باسم التردد الحرج للمعدن. وبالتالي يعني مثلا في المثال بتاعي ده، هنا التردد الحرج للسيزيوم نقول عليه نيو سي، نيو تردد، سي كريتيكال حرج، نيو سي تردد حرج للسيزيوم 5 في 10 اس 14 هرتز. يعني اي ضوء يسقط على السيزيوم تردده اقل من الرقم ده، مفيش الكترون بتطلع. يسقط ضوء تردده بيساوي 5 في 10 اس 14 او اعلى، تبدا الالكترون تتحرر. طب والبوتاسيوم التردد الحرج بتاعه قيمه ثانيه، 7 في 10 اس 14 هرتز. يعني معنى كده ان كل معدن ليه تردد حرج يخصه. ايوه، والتردد الحرج هنا هو اقل تردد الضوء الساقط يلزم نتحرر الالكترونات من سطح المعدن. يبقى كل معدن بيبقى ليه تردد حرج يختلف عن اخر، كل معدن ليه تردد حرج يختلف عن الاخر. طب تمام، بس الكلام ده ليه معاني كتير يا استاذ. اه طبعا، اولا لما نرتب المشاهدات العمليه بتاعتنا دي، اولا هناخد بالنا انه يتوقف تحرر الالكترونات من سطح المعدن على تردد الضوء الساقط، بحيث يكون اكبر من او يساوي التردد الحرج للمعدن. طيب معنى كده مش اي ضوء يسقط على المعدن يطلع الكترونات، ده لازم يكون تردد الضوء الساقط اكبر من او يساوي قيمه معينه اسمها التردد الحرج. طب ما هو الكلام ده معناه ان اول توقع من توقع الفيزياء الكلاسيكيه اللي هي تعطي موجات الضوء طاقتها
للإلكترونات لكي تتحرر من سطح المعدن بصرف النظر عن تردد الضوء الساخط أو نوعية الضوء الساخط. الكلام ده مش مظبوط، لأن لازم في شرط يتحقق، لازم يكون الضوء الساخط تردده أكبر من أو يساوي تردد الحرج. النقطة التانية، أنت بتقول في توقع كلاسيكي إذا زادت شدة الضوء تزداد طاقة حركة الإلكترونات المنطلقة، وإحنا لما عملنا التجارب بتاعتنا وجدنا إن طاقة الحركة ما بتزيدش إن لما بنزود التردد عن التردد الحرج، إن لما بنزود تردد الضوء الساخط عن التردد الحرج تبدأ طاقة الحركة تزيد. يبقى معنى كده تتوقف طاقة حركة الإلكترونات على تردد الضوء الساخط ولا تتوقف على شدة الضوء. يبقى هذا التوقع توقع خاطئ، لأن طاقة حركة الإلكترونات المنطلقة في الظاهرة الكهروضوئية هي بتتوقف على تردد الضوء ولا تتوقف على شدة الضوء الساقط. النقطة اللي بعد كده، طب الجماعة بتوع الفيزياء الكلاسيكية يقول لك يزداد عدد الإلكترونات المتحررة إذا زودنا شدة الضوء، صح؟ بس بشرط إن يكون تردد الضوء الساقط أكبر من أو يساوي تردد الحرج. لو قلت يزداد عدد الإلكترونات المتحررة بزيادة شدة الضوء بصرف النظر عن التردد، يبقى برضه الكلام ده غلط. المشاهدة العملية الثالثة، انطلاق الإلكترونات من سطح المعدن انطلاق لحظي، مجرد ما الضوء بيسقط عن المعدن الإلكترون بتطلع في ساعتها في لحظتها، بس بشرط لازم يكون تردد الضوء الساقط قلنا أكبر من أو يساوي التردد الحرج للمعدن. يسقط الضوء اللي كانت تطلع في ساعتها. أما قصة إذا كانت شدة الإضاءة ضعيفة فإن تسليط الضوء لفترة أطول كفيل بتحرر الإلكترونات من سطح المعدن، ده كلام من ضرب الخيال، ده كلام مش موجود أساسا. انطلاق الإلكترونات من سطح المعدن انطلاق لحظي وليست هناك فترة زمنية لتجميع الطاقة، طبعا بشرط أن يكون تردد الضوء الساقط أكبر من أو يساوي التردد الحرج للمعدن. يبقى المشاهدات العملية تثبت خطأ توقع الفيزياء الكلاسيكية عن الظاهرة الكهروضوئية. طب وهنا لما تيجي تفكر في القصة دي، طب التجارب العملية أثبتت فشل علوم الفيزياء الكلاسيكية في تفسير الظاهرة الكهروضوئية، طب احنا عايزين نفسر المشاهدات العملية دي، يا تفسيرها يجي ازاي؟ هو ليه الالكترونات ما تتحررش من سطح المعدن الا اذا كان الضوء الساقط تردده اكبر من او يساوي تردد الحرج؟ ايه السبب؟ النقطة التانية، هو ليه طاقة حركة الالكترونات المتحررة من سطح المعدن بتتوقف على التردد مش على الشدة؟ خد بالك ان طاقة الحركة مش هتزيد لما تزود تردد الضوء الساقط عن تردد الحرج، اشمعنى؟ فالقصة فالموضوع ده كان محتاج تفسير، لحد ما جه العالم أشهر علماء الفيزياء الحديثة أينشتاين سنة 1924 وفصل لنا الظاهرة الكهروضوئية، وخد على تفسير الظاهرة الكهروضوئية جايزة نوبل. يبقى أينشتاين خد جايزة نوبل سنة 1924 عن تفسير الظاهرة الكهروضوئية. طيب اينشتاين لما جه يفسر الظاهرة الكهروضوئية فسرها ازاي؟ في البداية اينشتاين لما درس الموضوع، طبعا الموضوع متعلق بحاجتين، ضوء بيسقط ومعدن، فبدأ يدرس طبيعة الضوء، فدرس النظريات الكلاسيكية اللي هي فشلت في تفسير طبيعة الضوء، ودرس أبحاث ماكس بلانك اللي قلناها الحصة اللي فاتت. طب وفي النهاية طلع بالفرض الآتي، يتكون الشعاع الضوئي من عدد لا نهائي من كمات الطاقة اللي هي الفوتونات، وطاقة الفوتون E بيساوي H نيو، حيث H ثابت بلانك ونيو تردد الموجة المصاحبة للفوتونات. طب هو مش الكلام ده كان كلام ماكس بلانك؟ ده كان كلام ماكس بلانك، وأينشتاين أيد ماكس بلانك في تفسيره عن طبيعة الإشعاع الكهرومغناطيسي، قال لك ان الضوء كإشعاع كهرومغناطيسي
هو بيتكون من وحدات عدد لا نهائي من كميات الطاقة اللي هي اسمها الفوتونات، اللي هو كان رأي بلانك. يبقى أولا هو لما جه يتكلم عن طبيعة الضوء أيد صحة فروض بلانك إن الضوء ده بيتكون من كميات من الطاقة اللي هي الفوتونات. النقطة التانية، ساب الضوء وبدأ يتكلم عن الفلزات. وجد أينشتاين أن لكل فلز حد أدنى من الطاقة يلزم نتحرر إلكترون واحد فقط من سطحه، وهذا الحد الأدنى من الطاقة يسمى دالة الشغل E دبليو، وتعين من علاقة H في نيو سي، حيث H سالب بلانك ونيو سي تردد حرج للمعدن. طب واحدة واحدة، أنا عايز أفهم المعنى ده تاني. يعني أنا ما عندي معدن زي السيزيوم، احنا قلنا السيزيوم ليه تردد حرج معين. لو ضربت التردد الحرج للسيزيوم في سالب بلانك هيديني مقدار من الطاقة بنقول عليه اي دبليو، وليكن مثلا الطاقة دي على سبيل المثال طلعت معانا 5 جول. هذه الطاقة طلعت كام؟ 5 جول. هذا المقدار من الطاقة هو أقل طاقة تلزم لتحرر إلكترون واحد فقط من سطح السيزيوم. يعني لو النقاط دي هي عبارة عن إلكترونات حرة، يبقى أنت عشان تطلع إلكترون واحد بس من سطح السيزيوم على الأقل لازم تديله طاقة قد إيه؟ 5 جول، يا دوبك يطلع. طب لو اديته طاقة أقل من 5 جول، أقل من دالة الشغل يعني، لا مفيش حاجة هتحصل. طب لو اديته طاقة أكبر من دالة الشغل، لا هيطلع الإلكترون ويطلع بطاقة عالية شوية. يبقى معنى كده إن لكل معدن، زي ما كل معدن كان ليه تردد حرج، كل معدن ليه حاجة اسمها دالة شغل. طب دالة الشغل دي يا أستاذ هي أقل طاقة تلزم لتحرر إلكترون واحد فقط من سطح المعدن. طب نحسبها إزاي يا عم أينشتاين؟ طاقة دالة الشغل تتحسب إزاي؟ تضرب سالب بلانك في التردد الحرج لهذا المعدن يديك دالة الشغل دي. وخد بالك زي ما كل معدن ليه تردد حرج يختلف عن الآخر، فكل معدن ليه دالة شغل تختلف عن الآخر. طب تمام، بنرجع لكلامنا تاني. يبقى لكل فلز حد أدنى من الطاقة يلزم يتحرر إلكترون واحد من سطحه يسمى دالة الشغل. تلاتة، بدأ بيخش في تفسير الظاهرة. إحنا أول حاجة شفناها في المشاهدات العملية، إذا سقط ضوء عن معدن تردده أقل من التردد الحرج مفيش إلكترون بتتحرر من سطح المعدن. تمام، طب ليه يا أينشتاين؟ فبدأ أينشتاين يوضح لنا إذا كان تردد الضوء الساقط نيو أقل من التردد الحرج للمعدن، فإن طاقة الفوتون اللي هي اتش نيو هتبقى أقل من اتش نيو سي، أقل من دالة الشغل، ما الاتش هي الاتش ده ثابت بلانك، ونيو أقل من نيو سي، يبقى طاقة الفوتون أقل من دالة الشغل، وهنا لا تتحرر الإلكترونات من سطح المعدن مهما زادت شدة الضوء الساقط. طب عايز اوضح المعنى اكتر، طب تعالى نرجع للمثال بتاعنا اللي كنا راسمينه ده. طب دلوقتي ادي الشعاع الضوئي ساقط، وحسب كلام بلانك واللي ايده اينشتاين ان الضوء ده عباره عن كمات طاقه اسمها الفوتونات واللي بتصاحبها موجه. اذا كان تردد الشعاع الضوئي اقل من التردد الحرج بتبقى طاقه الفوتون اللي هي اتش نيو اقل قلنا من داله الشغل، اقل من داله الشغل، وليكن مثلا طاقه الفوتون دلوقتي 3 جول. يبقى كده الفوتون لما يسقط على سطح المعدن هيعمل حاجه، انا هيعمل ايه؟ اي الكترون من دول هيمتص الفوتون يبقى خد طاقه اقل من داله الشغل، يبقى الالكترون مش هيقدر يطلع. فمهما زودت شدة الضوء ده إن هو تردده أقل من تردد الحرج بتبقى طاقة فوتوناته أقل من دالة الشغل. فمهما زودت شدة الضوء مفيش إلكترونات هتتحرر من سطح المعدن. أمر منتهي.
امر منتهي. طيب تمام، وبعدين واحد يقول لي يا استاذ هو مش ممكن الكترون من دول يمتص اتنين فوتون في بعض فيبقى خد طاقه اكبر شويه؟ هم راجع انك لا ما ينفعش، لان الفوتون كم محدد من الطاقه لا يتجزأ ولا يتضاعف، مفيش حاجه اسمها اتنين فوتون في بعض. طيب تمام، وبعدين يبقى إذا كان تردد الضوء الساقط أقل من تردد الحرج يبقى طاقة الفوتون أقل من دالة الشغل، وهنا لا تتحرك الإلكترونات من سطح المعدن مهما زادت شدة الضوء الساقط. طيب أربعة، إذا كان تردد الضوء الساقط نيو بيساوي تردد الحرج، لو تردد الضوء الساقط بيساوي بالظبط تردد الحرج، في الحالة دي لما تيجي تحسب طاقة الفوتون هتلاقي إن طاقة الفوتون بتساوي دالة الشغل بالظبط، ال H زي ال H، تردد الضوء الساقط زي تردد الحرج، يبقى إن طاقة الفوتون بتساوي دالة الشغل. وفي الحالة دي تعال نرجع تاني للمثال بتاعنا، إذا كان بقى تردد الضوء الساقط بيساوي تردد الحرج هتبقى طاقة الفوتون المرة دي بيساوي 5 جول قد دالة الشغل بالظبط، يبقى كل فوتون هينزل على المعدن بالعافية هيطلع إلكترون، بالكاد يحرر إلكترون واحد، كل فوتون ينزل يطلع لنا إلكترون دون أن يكتسب أي طاقة حركة، وهو ده اللي إحنا كاتبينه. إذا كان تردد الضوء الساقط نيو بيساوي تردد الحرج للمعدن فإن طاقة الفوتون اتش نيو بتساوي دالة الشغل، وهنا يعمل كل فوتون بالكاد بالعافية يعني على تحرير إلكترون واحد دون أن يكتسب أي ضغط حركة. طب لو كان تردد الضوء الساقط بقى أكبر من تردد الحرج، في المشاهدات العملية وجدنا إن الضوء الساقط لو تردده أكبر من تردد الحرج فالإلكترونات بتتحرر وتتحرر بطاقة حركة عالية. أينشتاين بدأ يفسر ويقول لنا ما هو إذا كان تردد الضوء الساقط أكبر من التردد الحرج في الحالة دي هتبقى طاقة الفوتون اتش نيو أكبر من دالة الشغل. طب تعالى نرجع للمثال بتاعنا، يعني وليكن المرة دي تردد الضوء الساقط أكبر من تردد الحرج يبقى طاقة الفوتون مثلا بقت 12 جول كده أكبر من دالة الشغل، في الحالة دي الفوتون طاقته 12 جول اكبر من دالة الشغل، الفوتون ده هينزل على الالكترون، الالكترون هيمتص كله في طاقة الفوتون ال 12 جول كاملين، وفي الحالة دي هيندفع الالكترون من سطح المعدن بطاقة حركة تساوي 7 جول. جبتها منين 7 جول دي يا مستر؟ قال لي ما هو دلوقتي طاقة حركة الالكترون هتساوي طاقة الفوتون الساقط ناقص دالة الشغل، الفوتون الساقط طاقته كانت 12 جول ودالة الشغل 5، يبقى الفوتون ده سقط على الإلكترون، الإلكترون امتص 12 جول، 5 جول بيروحوا في التغلب على دالة الشغل ويطلع الإلكترون كمان بضغط حركة 7 جول. يبقى بالتالي إذا كان تردد الضوء الساقط أكبر من تردد الحرج فإن طاقة الفوتون اتش نيو بتبقى أكبر من دالة الشغل، وهنا يعمل كل فوتون على تحرير إلكترون واحد فقط، ويظهر فرق الطاقة في صورة طاقة حركة، وطاقة الحركة دي تتعين من علاقة كاينتيك إنرجي بتساوي اتش نيو ناقص دالة الشغل، طاقة الحركة هتساوي طاقة الفوتون ناقص دالة الشغل. ستة، التردد الحرج ودالة الشغل قيم ثابتة تتوقف فقط على نوع المعدن، التردد الحرج نيو سي ودالة الشغل دي ثوابت تتوقف فقط على
نوع المعدن ملهاش علاقة بحاجة تانية، يعني شدة الضوء تزيد، شدة الضوء تقل، زمن التعرض للضوء يزيد يقل، التردد الحرج، وده اللي الشغل. اوعى تنسى ان القيم ثابته فقط تتوقف على نوع المعدن، ملهاش علاقه بحاجه تانية. يبقى سريع يا شباب في تفسير اينشتاين للظاهره الكهروضوئيه. التفسير هتلاقي التفسير فيه كلام مرتب. الراجل لما اتكلم عن تفسير هذه الظاهره بدا الاول بفرض عن الضوء، وأيد كلام ماكس بلانك ان الضوء هو عدد لا نهائي من كميات الطاقه تسمى الفوتونات. تمام، وتقدر فوتون واحد ايه بيساوي اتش في نيو، حيث اتش يساوي بلانك، ونيو ده التردد الحرج للمعدن، سوري ده ونيو ده تردد الموجه المصاحبه للفوتونات. بعد كده بدأ يتكلم على المعادن نفسها، وقال لك لكل معدن حد ادنى من الطاقه يلزم لتحرر الكترون من سطحه، هذا الحد الادنى من الطاقه يسمى داله الشغل، وهو يساوي اتش في نيو سي. يبقى ده الشغل لما اتحسب تقدر تساوي بلانك في التردد الحرج للمعدن، ويبقى زي ما قلنا كل معدن ليه تردد حرج، فكل معدن ليه دالة شغل تخصه. بعد كده بنبدأ نخش في تفسير الظاهرة. أولا إذا كان تردد الضوء الساقط أقل من التردد الحرج بتبقى طاقة الفوتون أقل من دالة الشغل، وفي الحالة دي مفيش إلكترونات أبدا تتحرك من سطح المعدن مهما زودت شدة الضوء، يعني مهما زودت عدد الفوتونات، لأن إحنا قلنا شدة الإشعاع تتوقف على عدد الفوتونات بس، كلها هتبقى زي قلتها لان طاقه كل فوتون على حده اقل من طاقه الشغل. اتنين، اذا كان تردد الضوء الساقط بيساوي التردد الحرج، اذا تردد الضوء الساقط بيساوي تردد الحرج يبقى معنى كده ان طاقه الفوتون بتساوي داله الشغل، وفي الحاله دي كل فوتون بيسقط على المعدن هيطلع الكترون بالكاد من سطح المعدن بالعافيه. واذا كان تردد الضوء الساقط اكبر من يساوي اكبر من التردد الحرج هتبقى طاقه الفوتون اكبر من داله الشغل، وفي الحاله دي كل فوتون يسقط على المعدن هيحرر الكترون ويظهر فرق الطاقه بين الفوتون وداله الشغل في صوره طاقه حركه. واخيرا التردد الحرج وداله الشغل دي قيم ثابته تتوقف على نوع المعدن. طيب سريعا كده الخليه الكهروضوئيه. الخلايا الكهربائية هي خلايا بتستخدم في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية، زي الخلايا الكهربائية الموجودة مثلا في الآلة الحاسبة، تلاقي فوق الشاشة بتاع الآلة الحاسبة في بعض الخلايا الكهربائية اللي هي بتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية. الخلايا الكهربائية أساسها العلمي الظاهرة الكهربائية هو انطلاق الإلكترونات من أسطح المعادن لسقوط الضوء عليها. وطبعا الشكل اللي احنا راسمينه نموذج مبسط، نموذج مبسط جدا للخلايا الكهروضوئيه. انه يعني ده اول نموذج للخلايا الكهروضوئيه. هي عباره عن ايه؟ انتفاخ زجاجي مفرغ من الهواء. انتفاخ زجاجي مفرغ من الهواء. يحتوي داخله على لوح معدني بنوصله بالقطب السالب لبطاريه. وساق من النحاس رفيعه بنوصلها بالقطب الموجب للبطاريه. يبقى ساق النحاس دي نقول عليها انود عشان متوصلة بالقطب الموجب. واللوح المعدني ده ممكن يكون من السيزيوم ونقول عليه لوح معدني من السيزيوم، هنقول عليه كاسود، وموصلهم ببطارية. طبعا إن الخلية الكهروضوئية ليها دايرة زي ما احنا شايفين كده. لو مفيش ضوء ساقط على المعدن، لو مفيش ضوء موجود، قراية الأميتة دي هتبقى بصفر، لان انا بالنسبه لي كده الدايره مفتوحه، ده اخر المتصل بالقطب الموجب واللوح المعدني اخر المتصل بالقطب السالب، مفيش اتصال بينهم. ولكن يعني كده المفروض الدايره مفتوحه، ولكن اذا سقط ضوء على الكاسود والضوء ده كان تردده اكبر من او يساوي التردد الحرج، يبقى الضوء ده هيسقط على الكاسود هيطلع منه الكترونات. الالكترون دي هتنجذب نحو الانود. انا عايزك تفهم الكلام ده كويس. الالكترون دي طالعه ناحيه، طالعه من الكاسود، الانود الموجب هيجذبها، فيبدا تتحرك الالكترونات في الدايره، فيبدا يمر تيار كهربي في الدايره نقول عليه التيار الكهروضوئي.
وفي الحاله دي بقى ميت رئيس تيار اسمه تيار كهرو ضوئي، بس خد بالك بشرط ان يكون الضوء الساخط تردده اكبر من او يساوي طرد حرج للمعدن ده. طب لو احنا منعنا سقوط الضوء، انا والله لو منعنا سقوط الضوء في الحاله دي هتلاقي قرايه الاميده بصفر، لان مفيش كريكات هتطلع. ما تنساش ان ساق النحاس اللي هي تبقى ساق رفيعه عشان ما تمنعش وصول الضوء الى الكاسود، ساق رفيعه عشان ما تمنعش وصول الضوء الى الكاسود. ومن العلاقات البيانيه المهمه في القصه دي ان انت لو جيت ترسم علاقه بيانيه بين شده التيار الكهربائي وشده الضوء الساقط على المعدن، لو جيت ترسم علاقه بيانيه بين شده التيار الكهربائي وشده الضوء الساقط على المعدن، لو كان الضوء الساقط تردده اكبر من او يساوي طرد الحرج، كل ما هتزود شده الضوء، ما دي علاقه بيانيه، دي نقطه خاصه صفر وصفر، كل ما هتزود شده الضوء يعني بتزود عدد الفوتونات اللي ساقطه على المعدن، يبقى عدد الالكترونات المتحرره بيزيد، فيزداد شده التيار الكهربائي، فتلاقي العلاقه بينه كانها علاقه طرديه. اما لو كان تردد الضوء الساقط اقل من تردد الحرج، فمهما زودت شده الضوء الساقط يعني مهما زودت عدد الفوتونات فهتبقى كلها زي قلتها، يبقى مفيش الكترونات هتطلع، وبالتالي يبقى شد التيار الكهربائي بصفر. يبقى انت لازم تميز الشكلين دول. لو بترسم علاقه بين شده التيار الكهربائي وشده الضوء الساقط قدامك شكلين اهو. العلاقه الطرديه دي في حاله اذا كان تردد الضوء الساقط اكبر من او يساوي تردد الحرج. تزود شده الضوء يبقى عدد الفوتونات الساقطه على المعدن هيزيد، وبالتالي عدد الالكترونات المتحرره يزيد، وهيزداد شده التيار الكهربائي. اما اذا كان تردد الضوء الساقط اقل من تردد الحرج، فانا قلت لك ان هتبقى طاقه الفوتونات اقل من داله الشغل، يبقى مهما زودت شده الضوء يعني مهما زودت شده الضوء يعني زودت عدد الفوتونات كلها زي قلتها مش هتعمل حاجه. ما تنساش في نهايه القصه دي تعريف التردد الحرج للمعدن، هو اقل تردد الضوء الساقط يلزم لتحرر الالكترونات من سطح هذا المعدن دون اكسابها طاقه حركه. ساعات اقول لك يعني ايه الطول الموجي الحرج، ايه المقصود بالطول الموجي الحرج، هتقول لي يا استاذ اذا كان التردد الحرج هو اقل تردد الضوء الساقط، فالعلاقه بين الطول الموجي والتردد دايما علاقه عكسيه، فالطول الموجي الحرج لامدا سي هو اعلى طول موجي للضوء الساقط يلزم لتحرر الالكترونات من سطح المعدن. قلت لك طب يعرف لنا يعني ايه داله الشغل، هتقول لي هي الحد الأدنى من الطاقة الذي يلزم لتحرر إلكترون بالصيغة المفردة، الحد الأدنى من الطاقة الذي يلزم لتحرر إلكترون واحد فقط من سطح المعدن دون إكسابه أي طاقة حركة. العلاقة اللي قدامك دي من العلاقات البيانية الشهيرة، العلاقة هنا حبينا نرسم علاقة بين طاقة حركة الإلكترونات في الظاهرة الكهربائية متردد الضوء الساقط. هنوضح الكلام في ورقة جانبية كده الأول. مظبوط كده؟ تمام. لو احنا حبينا نرسم علاقة بين طاقة حركة الإلكترونات والتردد، لأن هي بتتوقف على التردد في الظاهرة الكهربائية. هتقول لي يا أستاذ القانون عندنا إن طاقة الحركة في الظاهرة الكهربائية بتساوي اتش نيو ناقص دالة الشغل. طيب أنت بترسم علاقة بين النيو والتردد وطاقة الحركة. لو بدأنا بنقطة الصفر إن التردد بصفر. لو النيو بصفر خلاص ده بصفر يا أستاذ. يبقى كده طاقة الحركة بيساوي اي دبليو سالب اي دبليو. يبقى في حاله ما اذا كان التردد بصفر يبقى الخط بتاعك هيبدا من تحت من الاتجاه السالب، من عند قيمه بتساوي سالب داله الشغل. بعد كده بقى تزود التردد يبدا الخط يتصاعد، لان العلاقه علاقه طرديه.
والنقطة دي اللي هي على محور التردد دي بتمثل قيمة التردد الحرج، لأن ده أول تردد هتبدأ تتحرر عنده الإلكترونات وتبقى طاقة حركتها لسه بصفر، تردد الحرج. أزيد من كده الإلكترون طلع وطلع طاقة حركة بتزيد. ما تنساش القانون بتاعك أهو، إن طاقة الحركة بتساوي اتش نيو ناقص دالة الشغل. الجزء المقطوع من محور رأسي في الاتجاه الثالث ده بيمثل قيمة دالة الشغل. النقطة دي بتمثل قيمة التردد الحرج. ميل الخط المستقيم، اتفقنا دايما إن الميل معامل السين. يبقى أنت عندك النيو ده السين، طاقة الحركة الصاد، فالميل معامل السين، يبقى الميل دايما بيمثل ثابت بلانك. ده بالنسبة للعلاقة دي، ودي من العلاقات المشهورة، وطبعا العلاقة مرسومة قدامنا هنا. طاقة الحركة والتردد، خط مستقيم يقطع المحور الرأسي عند دالة الشغل، والنقطة دي بتمثل التردد الحرج. متنساش إن الميل بيمثل ثابت بلانك. بالتالي متنساش ان في الجزء بتاع الظاهرة الكهربائية احنا كده مر عليها مجموعة قوانين في القصة دي وفي الحكاية دي. طبعا ده ملخص للقوانين دي، انا هكتبها الاول بس في ورقة كبيرة قدامك مرة تانية. متنساش ان الضوء، طبعا سرعة موجات الضوء سي هي حاصل ضرب التردد في الطول الموجي، او سرعة اي موجة كهرومغناطيسية، وحاصل ضرب التردد في الطول الموجي. لو حبيت تطلع التردد يبقى التردد بيساوي السرعة على الطول الموجي. حبينا نطلع الطول الموجي يبقى السرعة على التردد. والقانون ده كان اسمه قانون عام لانتشار الموجات، وزمان درسناه في تانية ثانوي. متنساش ان طاقة الفوتون بتساوي اتش في نيو. ما تنساش ان دالة الشغل تساوي اتش نيو سي، حيث نيو سي تردد الحرج. بالنسبة لطاقة حركة الإلكترون، فأنت عندك حالتين تميز بينهم. لو الإلكترون يتحرك تحت تأثير فرق جهد كهربي زي الإلكترونات في أنبوبة شعاع كاثود، فتبقى طاقة حركة الإلكترون اللي هي نص ام في تربيع بيساوي شحنة الإلكترون في فرق الجهد المستخدم. ده زي أنبوبة شعاع كاثود. أما طاقة حركة الإلكترون في الظاهرة الكهروضوئية فطاقة الحركة تساوي طاقة الفوتون الساقط ناقص دالة الشغل. مفيش مانع طاقة الحركة دي لو عايز تكتبها نص ام في تربيع يساوي اتش نيو ناقص دالة الشغل، ما عنديش أي مشكلة. طبعا أنت عندك في الممثلة اللي بتيجي على الكلام ده في مجموعة ثوابت، هو بيدينا في المسائل ثابت بلانك اللي هو 6625 من 1010 في سالب 34، شحنة الإلكترون 1.6 في 10 في سالب 19، كتلة الإلكترون 9.1 في 10 في سالب 31 كيلو جرام. دي قيم ثابتة. سرعة الضوء 3 في 10.8، دي قيم ثابتة، هو بيتهالك في المسائل ساعات ما بتحتاجها. وتعالى نشوف مجموعة أمثلة على الجزئية دي. بس ما تنساش من الملاحظات المهمة إن إحنا عندنا وحدة من وحدات قياس الطاقة تسمى الإلكترون فولت، إي في إلكترون فولت، ودي وحدة طاقة صغيرة شوية. يعني الطاقات الصغيرة عادة ليها وحدة اسمها الإلكترون فولت. دي لما نيجي نتعامل بيها في المسألة لازم نحولها للجول. طب لما أحول أي طاقة بالإلكترون فولت للجول نضرب في شحنة الإلكترون، تاخد الطاقة اللي بالإلكترون فولت تضربها في شحنة الإلكترون تديك الطاقة بالجول. طيب تعال نشوف الأمثلة، عندنا مجموعة أمثلة على القصة دي، فتعال نعرفها واحدة واحدة. المثال الأولاني، إذا كان فرق الجهد المستخدم في أنبوبة أشعة الكاثود 1000 فولت وشحنة الإلكترون 1.6 في 10 في سالب 19 وكتلة الإلكترون 9.1 في 10 في 10 سالب 31، عايز يا سيدي احسب كل من
طاقة حركة الإلكترون وأقصى سرعة للإلكترون. الموضوع مش موضوع بسيط، مش صعب يعني. طالما أنت بتتكلم عن الإلكترونات بتتحرك تحت تأثير فرق فولت، يبقى عينك بتروح للقانون ده، إن طاقة الحركة يا إما نص إم في تربيع يا إما إي في، شحنة الإلكترون فرق الجهد. فرحت معاه مباشرة حضر شحنة الإلكترون فرق الجهد. قال شحنة الإلكترون 1.6 من 10 في 10 سالب 19، فرق الجهد 1000، فالناتج 1.6 في 10 سالب 19 جول. وده المطلوب الأولاني، طاقة الحركة، خلاص جبناه. عايز أقصى سرعة، يعني أنت من عارف إن طاقة الحركة ممكن تعين من علاقة نص إم في تربيع، حيث إم دي كتلة الإلكترون وفي تربيع مربع سرعة. الاتنين هتتضرب في طاقة الحركة والإم تيجي تحت، يبقى السرعة بتساوي 2 في طاقة الحركة على إم تحت الجذر عشان نضيع التربيع. تعوض، حسبت القصة، طلعت السرعة 1.88 في 10^7 متر كل ثانية. المثال الثاني ويخص الظاهرة الكهروضوئية. تحررت إلكترونات من سطح معدني بسرعة 4.6 × 10^5 متر كل ثانية، إذا كان طول الموج للضوء الساقط 623 نانومتر. يبقى انت عندك ضوء سقط على المعدن طول الموج 623 نانو متر، خلى الالكترونات تتحرر من سطح المعدن بسرعه 4.6 × 10^5 متر كل ثانيه. كده لازم اخد بالي ان الضوء الساقط ده اكيد تردده اكبر من التردد الحرج للمعدن، لان هو طلع الكترونات وطلعها بسرعه. طيب تمام، ايه المطلوب؟ عايز زلة شغل لهذا السطح وعايز التردد الحرج لهذا السطح. في البداية الطول الموجي للضوء الساقط 623 في 10 سالب 9 متر. هاخد الطول الموجي يجيب منه تردد الضوء الساقط أهو، فقسمت السرعة على الطول الموجي 3 في 10 8 على 6623 في 10 سالب 9، ورحت مطلع قيمة التردد طلع 4.82 في 10 14 هرتز. يبقى انا قسمت سرعه الضوء على الطول الموجي للضوء الساقط ورحت جايب تردد الضوء الساقط. طيب بعد كده عملت ايه؟ هو عايز داله الشغل، ما عنديش الا قانون محدد. انت بتتكلم هنا عن ظاهره كهروضوئيه، بتتكلم عن ظاهره كهروضوئيه، فطاقه الحركه بتساوي طاقه الفوتون الساقط ناقص داله الشغل. انت عايز داله الشغل، هنجيب داله الشغل هنا بالموجب وطاقه الحركه مكانها بالسالب، يبقى اذا دالة الشغل بيساوي طاقة الفوتون ناقص طاقة الحركة. متنساش ان طاقة الحركة تمشي نص ام في تربيع. يبقى دي دالة الشغل زي ما هي، سالب بلانك 6625 في 10^34، تردد الضوء الساقط احنا جبناه 4.82 في 10^14 ناقص نص ام في تربيع، ادي نص كتلة الالكترون في مربع السرعة، وتحسب دالة الشغل طلعت 2.23 من 100 في 10^19 جول. المطلوب بتاعي عايز التردد الحرج لهذا المعدن. طبعا احنا عارفين كويس ان دالة الشغل بتساوي اتش يو سي، فانا عايز التردد الحرج يبقى اقسم الطرفين على سالب بلانك، يبقى التردد الحرج بيساوي دالة الشغل على سالب بلانك. قسمنا قيمة دالة الشغل على سالب بلانك، رحنا مطلعين تردد الضوء الساقط. تعال نشوف المثال اللي بعديه. تمام وضع الصفحة. سقط شعاع ضوئي على سطح معدن دالة الشغل له 3 إلكترون فولت. المطلوب احسب أقل تردد الضوء يعمل عن انبعاث إلكترونات كهروضوئية، احسب أكبر طول موج للضوء يعمل عن انبعاث إلكترونات كهروضوئية برضو، وعايز تردد الضوء الذي يعمل عن انبعاث إلكترونات طاقة حركتها 2 إلكترون فولت. طيب اولا هو مريحني مديني قيمه داله الشغل بالالكترون فولت، طبعا احنا بنحل هنحولها للجول. عايز اقل تردد الضوء يعمل انبعاث الكترونات كهربائيه، يبقى هو هنا عايز التردد الحرج. يبقى اول مطلوب طبعا احنا عارفين التردد الحرج يساوي داله الشغل على سالب بلانك، داله الشغل 3 الكترون فولت.
هتضرب في شحنة الإلكترون 1.6×10^19 على سالب بلانك عشان نطلع التردد الحركي، فطلع 7.25×10^14 هرتز. طب عايز أكبر طول موجي مع انبعاث إلكترونات كهربائية، ما ده يبقى اسمه الطول الموجي الحرج لامدا سي، أجيبه بدلالة التردد الحرج، فأقسم سرعة الضوء على التردد الحرج أو جايب الطول الموجي الحرج. يبقى سرعة الضوء 3×10^8، الطول الموجي الحرج 7.25×10^14، فيطلع قيمة الطول الموجي الحرج 4.14×10^7 متر، 10^7 متر. المطلوب التالت كنا عايزين تردد الضوء الذي يعمل انبعاث الكترونات طاقة حركتها 2 إلكترون فولت. طالما جاب سيري طاقة الحركة في الظاهرة الكهروضوئية، ما عنديش إلا القانون ده، إن طاقة الحركة بتساوي طاقة الفوتون الساقط ناقص دالة الشغل. أنت عايز بقى تردد الضوء ساقط، يبقى عايز التردد ده، عايز النيو. طيب هجيب دالة الشغل هنا بالموجب وأقسم على سالب بلانك، يبقى تردد الضوء بيساوي طاقة الحركة زائد دالة الشغل، جبتها بالموجب وقسمت على سالب بلانك. طاقة الحركة 2 إلكترون فولت، دالة الشغل 3 إلكترون فولت، مجموعهم ومضروب في 1.6×10^10^19 عشان تبقى بالجول، وقسمنا على سالب بلانك، فطلع تردد الضوء الساقط 1/21/10^15 هرتز. المثال آخر على القصة دي، ويمكن المثال ده هنجيه في امتحان ثانوية عامة قبل كده. المثال بنقول فيه عند سقوط ضوء هادي اللون طول الموجي 4000 انجستروم على سطح فلز، انبعثت منه الكترونات بسرعة 5.3×10^5 متر كل ثانية. فإذا سقط ضوء آخر حادي اللون طول الموجي 5500 انجستروم، فهل تنبعث الكترونات من سطح المعدن؟ طبعا فسر لما تقول، طبعا تفسير رياضي. لما نرجع للموضوع كويس لازم تاخد بالك، دلوقتي هو الضوء الاولاني اللي ساقط ان هو طول موجه 4000 انجستروم، ده ساقط على الفليز طلع منه الكترونات بسرعه 5.3×10^5 متر كل ثانيه. طب كويس، يبقى الضوء الساقط ده تردده اكبر من تردد الحرج، والطول الموجي بتاعه اقل من طول الموجي الحرج. فبيسألك بعد كده، طب لو أسقطنا ضوء آخر على المعدن طول الموجي 5500 إنجستروم، هل تنبعث الإلكترونات من سطح المعدن؟ يبقى اللي إحنا هنعمله، هنستخدم البيانات اللي في الأول اللي هو الطول الموجي للضوء الأولاني وسرعة الإلكترونات عشان أطلع منها قيمة التردد الحرج، وبعد كده أبدأ أشوف بقى التردد بتاع الضوء التاني. لو طلع أكبر أو يساوي التردد الحرج يبقى الإلكترونات هتطلع، طلع تردد الضوء التاني أقل من التردد الحرج مفيش إلكترونات بتطلع. فنبدأ خطواتنا واحدة واحدة. أولا أنت عندك الطول الموجي للضوء الأولاني ساقط 4000 إنجستروم، يبقى 4000 في 10^10، فرحت واخد الطول الموجي ده وجايب منه تردد الضوء الساقط اللي هو تردد الضوء الأولاني، رحت قاسم سرعة الضوء على الطول الموجي طلعت التردد طلع 7.5×10^14 هرتز. بعد كده رجعت الإلكترونات طالعة بسرعة خضراء 5.3×10^5 متر كل ثانية، فرحت قايل طب خد بالك ان طاقة الحركة في الظاهرة الكهروضوئية بتساوي طاقة الفوتون الساقط ناقص دالة الشغل، بس المرة دي فكيت دالة الشغل خليتها اتش نيو سي بدل اي دبليو، فكيتها خليتها اتش نيو سي، سحبت الاتش على المشترك بقت اتش في نيو واحد ناقص نيو سي، اقسم الطرفين على اتش بقت طاقة الحركة على سالب بلانك بيساوي نيو واحد ناقص نيو سي. طب انا عايز التردد الحرج لوحده، ما عايز اعرف، هجيب التردد الحرج هنا بالموجب والمقدار ده مكانه بالسالب، يبقى التردد الحرج بيساوي نيو واحد ناقص طاقة الحركة على سالب بلانك، اوعى تنسى ان طاقة الحركة نص ام في تربيع، يبقى التردد الحرج هيساوي تردد الضوء الساقط ان هو كان 7.5×10^14 اهو ناقص طاقة الحركة نص ام في تربيع، انا عوضت نص في الكتلة في مربع السرعة على سالب بلانك، حسبنا الحسبة طلع التردد الحرج 5.57
في 10 و 17 هرتز. خلاص بنقف عند ده خلاص قيمة التردد الحركي. اشتغلنا بقى على الضوء التاني. الضوء التاني طول موجته، الطول الموجي بتاعه 5500 انجستروم، وانا عايز اعرف ده هيطلع اكتات ولا لا. فرحت قاسم سرعة الضوء على الطول الموجي للضوء التاني عشان اجيب تردده. فطلع تردد الضوء التاني 5 45 من 100 في 10 و 14 هرتز. الله، يعني تردد الضوء التاني اقل من التردد الحرج. تردد الضوء التاني اقل من التردد الحرج، يبقى لذلك لا تنبعث الكترون. نشوف المثال اللي بعدي. طبعا معلش عشان وقت، يعني المثال اللي بشرحه مره واحده، انت طبعا ممكن تعمل اعاده للفيديو فتسمع الاجابه كذا مره، بحيث لو تاهت منك اول مره تجمعها تاني مره. المثال اللي جاي برضو امثله ظريفه، تعال نبص نشوف نقول فيه ايه. سقط ضوء حاجب لون الطول الموجي له لمضه على سطح معدني، فكانت طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة 1.6 × 10⁻¹⁹ جول. وعندما سقط ضوء آخر حادي اللون طول موجته لامدا على 2، يعني طول موجته تقريبا أقل من النص، على نفس السطح، طاقة الحركة زادت وبقت 6.4 × 10⁻¹⁹ جول. احسب دالة الشغل. طب تعالى نشوف كده اللي هي البيانات دي أساسا منطقية. هو الضوء الاخر طول الموجي لمده على 2، يعني طول الموجي اقل، لما التردد يزيد، وطالما طول الموجي يقل التردد يزيد، فطاقه الحركه بتزيد. وصح، طاقه الحركه من 1.6 × 10⁻¹⁹ بقت 6.4 × 10⁻¹⁹. المهم هو عايز داله الشغل. طيب دلوقتي الضوء الاولاني طول الموجي لمده، فانا فرضت ان تردده نيو 1 بنيو. الضوء الاخر طول موجته لامدا على 2، يعني طول موجه اقل من النص، فالتردد يزيد الضعف عشان العلاقه علاقه عكسيه بين التردد والطول الموجي. فقلت يبقى التردد التاني 2 نيو. طيب المفروض طاقه الحركه في الظاهره الكهربائيه لها قانون محدد، ان طاقه الحركه بتساوي طاقه الفوتون الساقط ناقص داله الشغل. اشتغلنا على الضوء الاولاني تردده نيو 1 اللي هو نيو، تبقى طاقه الحركة بتساوي طاقة الفوتون اتش نيو ناقص دالة الشغل. تشتغل على الضوء التاني اللي هو تردده 2 نيو، هتبقى طاقة الحركة التانية اللي هي 6.4 × 10⁻¹⁹ هتساوي اتش نيو، بس النيو هنا كام نيو؟ 2 نيو، يبقى 2 اتش نيو. يعني كده هو المفروض طاقة الحركة في الحالة التانية هتساوي طاقة الفوتون التاني اتش نيو 2 ناقص دالة الشغل. طب النيو 2 دي 2 نيو، هنشيل نيو 2 ونكتب 2 نيو، يبقى طاقة الحركة في الحالة التانية تساوي 2 اتش نيو ناقص دالة الشغل، وده اللي مكتوب هنا. يبقى طاقة الحركة التانية بتساوي 2 اتش نيو ناقص دالة الشغل، ودي العلاقة رقم 2. طيب انت عايز دالة الشغل في القصة دي بسيطة. انت عندك دلوقتي معادلتين، هنحل المعادلتين دول مع بعض عشان نطلع دالة الشغل. فانا في الحل، او ممكن تشتغل باي اسلوب، يعني اي اسلوب رياضي يعجبك. رحت قايل طلعت اتش نيو لوحديها، ورحت جايب دي هنا من الموجب، بقت اتش نيو بيساوي طاقة الحركة الاولى زي دالة الشغل. طلعت 2 اتش نيو لوحديها، جبت دي هنا من الموجب، يبقى 2 اتش نيو بيساوي طاقة الحركة التانية زي دالة الشغل. بعد كده رحت قاسم العلاقه الاولى على الثانيه، قسمت العلاقتين دول على بعض، اتش نيو على 2 اتش نيو يدي نص. الناحيه الثانيه طاقه الحركه الاولى زائد داله الشغل على طاقه الحركه الثانيه زائد داله الشغل. ضربت وسطين في طرفين، يبقى 2 طاقه الحركه الاولى زائد 2 داله الشغل بيساوي طاقه الحركه الثانيه زائد داله الشغل. داله الشغل دي وديتها هنا بإشارة سالبة، بقت دالة، يبقى 2 اي دبليو، شيل منها اي دبليو، فضل اي دبليو بس، هتساوي طاقة الحركة التانية، وشلت منها 2 طاقة الحركة الأولى. عوضت طاقة الحركة التانية 6 × 10⁻¹⁹ ناقص 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹، هنقوم مطلعين دالة الشغل.
يبقى الفكرة هي المسألة فيها حالتين، عملت المعدتين نحلهم مع بعض بأي شكل رياضي، عايز تحل بطريقة تانية حل بطريقة تانية، وهيطلع معاك نفس النتيجة. المثال رقم 6، قدامنا علاقة بيانية، نبص كده على قدامنا علاقة بيانية بين طاقة الحركة والتردد. الشكل يمثل العلاقة بين طاقة الحركة للإلكترونات المنبعثة من سطح معدن والتردد لمعدنين A و B. في الرسمة أنا شايف دي العلاقة البيانية بين طاقة الحركة والتردد عن معدن A، النقطة دي اسمها X، هنا في قيمة مكتوب عليها سالب 9.6 هتتضرب فوق في 10 سالب 19 جول، هنا واي، وهنا في ده بيمثل المفروض القيمة دي هي التردد الحرج للمعدن بي، وانا قايل لك اذا علمت ان التردد الحرج للمعدن بي بيساوي 6.94 × 10^14 هرتز، والمطلوب الاتي عايز قيمة اكس. طيب الاكس دي هي التردد الحرج للمعدن ايه، طب الخط بتاع المعدن ايه بيقطع المحور الرأسي عند سالب 9.6 × 10^19 جول، انا ما القيمة دي بتمثل دالة الشغل المعدن ايه، يبقى معنى كده ان دالة الشغل للمعدن ايه 9.6 × 10^19. انت عايز الاكس، لما الاكس دي التردد الحرج، فهم قاسم التردد الحرج اللي هو هيمثل قيمة الإكس، هقوم قاسم دالة الشغل اللي احنا جبناها اللي هي 9.6 × 10^19 على سالب بلانك 6.625 × 10^34، وتطلع الناتج بالهرتز. طب عايز قيمة الواي، الواي دي بتمثل دالة الشغل للمعدن بي اللي هي هتبقى اتش في نيو سي دي، لما الاتش عندك ثابت طبعا هو 6.625 × 10^34 في التردد الحرج لهذا المعدن هو بي اللي هو 6.94 × 10^14، فهتطلع الطاقة دالة الشغل بالجول اللي هي مين؟ الواي. ب، بقول لك لماذا لم يتغير ميل الخط A عن ميل الخط B، يعني ميل الخط A و B ليهم نفس الميل، الخطين بيوازوا بعض. فأنت لما تفكر في الكلام هكتب له إيه في الإجابة؟ ما هو الخطين دول أي واحد فيهم العلاقة بتاعتك الأساسية إن طاقة الحركة بتساوي اتش نيو ناقص دالة الشغل. فكده كده الميل هو ثابت بلانك اتش معامل السي، فالميل في الحالتين هو مقدار ثابت، هو ثابت بلانك، يبقى الإجابة لأن الميل مقدار ثابت هو ثابت بلانك. ودي كانت أمثلة مختلفة عن موضوع الظاهرة الكهروضوئية، وأتمنى نكون مركزين في الكلام، وزي ما قلت لك أنت ممكن بقى تعيد مرة تانية عشان نعرف القصة دي. ده كان في نهاية كلامنا على الظاهرة الكهروضوئية. طبعا خلال بقى كلامنا على الظاهره الكهروضوئيه وشفنا تفسير اينشتاين، وجدنا ان تفسير اينشتاين كان بيأيد كلام ماكس بلانك. من الحاجات برضو اللي كان بتأيد كلام ماكس بلانك، او من الظواهر الطبيعيه اللي عرفناها أيدت كلام ماكس بلانك، ظاهره بتعرف باسم ظاهره كومبتون. ظاهره كومبتون، طب ظاهره كومبتون، كومبتون دي عبارة عن ايه؟ هي تجربة قام بيها العالم كومبتون. التجربة ببساطة هو كان يسقط شعاع من أشعة إكس أو جاما على إلكترون حر الحركة، فوجد الآتي إن الشعاع الساقط على الإلكترون
بيغير اتجاهه ويقل تردده، ويقل تردد. يعني لو هو كان تردد نيو واحد هيبقى تردد نيو اتنين، تردده يقل. والالكترون يغير مساره ويندفع بطاقة حركة، طاقة حركة الإلكترون بتزداد. إذا سقط، هي الظاهرة النفسية كده، ظاهرة كومبتون، إذا سقط شعاع من أشعة إكس أو جاما على الإلكترون حر الحركة، فإن الشعاع بيغير اتجاهه ويقل تردده ويتغير مسار الإلكترون وتزداد طاقة حركته. كومبتون لما جه يفسر إيه اللي بيحصل هنا، ما قدرش يفسر الظاهرة دي بعلوم الفيزياء الكلاسيكية اللي هي بتتعامل مع إن الإشعاع عبارة عن موجة. لأن احنا اتفقنا إن الفيزياء الكلاسيكية بتتعامل مع الإشعاعات الكهرومغناطيسية على إنها موجات. فهو لو اتعاملت على إن شعاع إكس أو جاما ده عبارة عن موجة سقطت على الإلكترون، فإيه اللي هيخلي الموجة تغير اتجاهها؟ خد بالك إن الإلكترون جسمه صغير جدا. طب إيه اللي هيخلي تردد الموجة يقل؟ طب إيه اللي هيخلي الإلكترون طاقة حركته تزيد وغير مساره؟ لما نقعد نفكر في الكلام ده بالنظريات الموجية، الكلام ده مش تفسير بالنظريات الموجية. ولكن ماكس بلانك ما قدرش، ولكن اينشتاين، ولكن كومبتون ما قدرش يفسر القصة دي إلا بفرض ماكس بلانك، اللي هو إن إن شعاع إكس أو جاما ده عبارة عن فوتونات، وفوتون أشعة إكس أو جاما، فوتون أشعة إكس أو جاما. خد بالك فوتون ضغطه عالي لأن تردد أشعة إكس أو جاما عالي، ضغطه اتش نيو واحد. هذا الفوتون لما بيسقط على الإلكترون بيتصادم تصادم مرن مع الإلكترون، وكلمة تصادم مرن، التصادم مرن من جسمين، التصادم المرن من جسمين. هذا التصادم يبقى مجموع طاقة التصادم، مجموع طاقة حركة الجسمين قبل التصادم زي مجموع طاقتهم بعد التصادم. فكومبتون قال لك الكلام ده ما يتفسرش الا فرض بلانك، باعتبار ان اشعة اكس او جاما دي عبارة عن فوتونات، وفوتون اشعة اكس او جاما يصطدم مع الالكترون تصادم مرن، تصادم مرن، بحيث يبقى مجموع طاقتهم قبل التصادم زي مجموع طاقتهم بعد التصادم. يعني خليك معايا، لو قلنا ان طاقة حركة الالكترون في الاول هنا كان صفر مثلا، الكترون حر بس ساكن، والفوتون اللي ساخن ده كان طاقته 10 جول. نتيجة التصادم طاقة الالكترون زادت، طاقة حركته كان صفر بقت مثلا 4 جول كده. يبقى طاقة الفوتون لازم تقل، هتبقى طاقته الجديدة E2 مساوي H نيو 2 بيساوي 6 جول. ليه تبقى 6 جول؟ لأن مجموع الطاقات قبل التصادم 10 و0، مجموع الطاقات 10، لازم يساوي مجموع الطاقات بعد التصادم 6 و4 برضو 10. فده يفسر لك بقى إن زيادة في طاقة حركة الإلكترون على حساب طاقة الفوتون، فطاقة الفوتون قلت وبالتالي فتردده لازم يقل، لان احنا متفقين قبل كده ان طاقه الفوتون علاقتها بالتردد علاقه طرديه. فتاني لم يستطيع كومبتون تفسير هذه الظاهره الا بفرض بلانك، باعتبار ان اشعه اكس او جاما عباره عن فوتونات، وان فوتون اشعه اكس او جاما هيصطدم مع الالكترون تصادم مرن، بحيث يبقى مجموع طاقتهم قبل التصادم زي مجموع طاقتهم بعد التصادم. فلما بيحصل زيادة في طاقة حركة الإلكترون بيحصل نقص في طاقة الفوتون، طاقة الفوتون تقل وبالتالي تردده يقل، وده يفسر لنا ليه التردد بيقل. خد بالك، يبقى هنا النقص في طاقة الفوتون بيتحول، هنا النقص في طاقة الفوتون بيتحول إلى زيادة في طاقة حركة الإلكترون. اوعى تنسى المعنى ده، ان النقص في طاقه الفوتون بيتحول الى زياده في طاقه حركه الالكترون. يبقى هي دي الظاهره، هي ظاهره نفسيه، ظاهره بسيطه جدا. لما تيجي نعرف الظاهره، قول يعني ايه ظاهره كومبتون؟ هي ظاهره سقوط فوتون من اشعه اكس
او جاما على الكترون حر، ايه اللي بيحصل؟ يقل تردد الفوتون ويغير اتجاهه، وتزداد طاقة حركة الإلكترون ويغير مساره. طب لما نيجي نفصل، ده تعريف الظاهرة. طب لما نيجي نفصل الظاهرة، لم تتمكن الفيزياء الكلاسيكية من تفسير ظاهرة كومبتون، ولكن نفسر بفرض بلانك باعتبار أن الإشعاع عبارة عن فوتونات، حيث يصطدم الفوتون بالإلكترون تصادم مرن، بحيث يكون مجموع طاقتيهما الإلكترون والفوتون قبل التصادم بيساوي مجموع طاقتيهما بعد التصادم، ويكون مجموع كمية حركة الفوتون والإلكترون قبل التصادم بيساوي مجموع كمية حركتهما بعد التصادم. ما تنساش احنا قلنا كمية الحركة هي بي ال، هي حاصل ضرب الكتلة في السرعة. فلما أقول مجموع كميتي حركة الفوتون والإلكترون قبل التصادم بيساوي مجموع كمية حركتهم بعد التصادم، معنى كده إن الإلكترون ليه كتلة وليه سرعة، ده الإلكترون. طب والفوتون ليه كمية حركة برضه، يبقى ليه كتلة وليه سرعة. فالكلام ده ليه معنى خطير عندنا. معنى كده إن الفوتون أولا بيتصادم، الفوتون بيتصادم مع الإلكترون، والتصادم دي خاصية من خصائص الأجسام مش خاصية من خواص الموجات. لفظ التصادم دي خاصية من خواص الأجسام. طب الفوتون ليه كمية حركة، يعني ليه كتلة وليه سرعة. طب والكتلة وكمية الحركة والتصادم دي خواص أجسام، يبقى معنى كده إن ظاهرة كومبتون تثبت الخواص الجسيمية للفوتون. يبقى ساعة ما أجي أقول لك عن ظاهرة كومبتون تثبت الخواص الجسيمية للفوتونات، بتثبت لك إن الفوتونات دي ليها خواص الأجسام، هتقول في إجابتك إيه كده؟ عرف الظاهرة، لأنه في ظاهرة كومبتون يصطدم فوتون من أشعة إكس أو جاما مع إلكترون حر الحركة، فيتغير اتجاه الفوتون ويقل تردده، ويتغير مسار الإلكترون وتزداد طاقة حركته، ولا يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا بفرض بلانك باعتبار أن الفوتون يصطدم تصادما مرن مع الإلكترون. خش على المهم على طول. بحيث يكون مجموع كميتي حركة الإلكترون والفوتون قبل التصادم بيساوي مجموع كميتي حركتهما بعد التصادم. وخد بالك ده اسمه قانون بقاء كمية الحركة. إذا الفوتون يتصادم وله كمية حركة وله كتلة وله سرعة، وهي خواص أجسام. يبقى الظاهرة بتثبت الخواص الجسيمية للفوتون. خد بالك، يبقى كده احنا وجهة نظرنا عن الإشعاع الكهرومغناطيسي هتتغير من وجهة نظر قديمة بنعتبر فيها إن الإشعاع الكهرومغناطيسي عبارة عن موجات وبس، موجات كهرومغناطيسية، إلى وجهة نظر جديدة إن الإشعاع الكهرومغناطيسي ده عبارة عن كمات من الطاقة. خد بالك كمات الطاقة اسمها الفوتونات. طب كل فوتون لوحده هو جسم جسيم، لأن ليه كتلة وليه سرعة وليه كمية حركة، وفي نفس الوقت هذه الفوتونات أثناء انتشارها يصاحبها موجة من الخواص الكلاسيكية للموجات، انعكاس وانكسار وتداخل وحيود، موجة. يبقى كده الإشعاع الكهرومغناطيسي ليه طبيعة مزدوجة، ليه خواص الموجات وله خواص الأجسام فيما يسمى ازدواجية الموجة والجسيم. وبدأ العلماء يعملوا تجارب عديدة عن خصائص الفوتونات، والحصة القادمة إن شاء الله هنبدأ كلامنا بقى بأهم ما يميز خواص الفوتونات، وختام الفصل ده إن شاء الله الحصة القادمة. أتمنى تكون العمل اللي احنا عملناه عمل موفق، العمل عمل لوجه الله. أتمنى الناس تسمعه مرة واثنين وثلاثة، وإن شاء الله تقرأ كويس من كتب أو من مذكرات
مع الشرح اللي احنا قلناه هتلاقي الموضوع بيتجمع معاك ببساطة بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله آخر الفيديو هننزل صور للشرح، لورق الشرح ده، بحيث لو حبيت تطبعه ممكن تطبعه يعني براحتك. نلتقي إن شاء الله الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.